قسما بكل مدرج بدمائه، قسما بتراب الأرض ممزوجا دما، قسما بعزة شامنا وجلالها وجمالها، قسما سنأخذ من أراد بكيده غدر الشآم بما أراد. كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن إدارة الرئيس باراك أوباما حذرت مراراً حلفائها العرب لمنع إرسال الصواريخ الحرارية التي تطلق من على الكتف والمضادة للطائرات إلى المجموعات الإرهابية في سوريا. الصحيفة قالت في تقرير لها إن المسؤولين الأمريكيين حذروا من أن هذا النوع من الصواريخ يمكن أن يستخدم يوماً ما من قبل المجموعات المسلحة التي ينتمي بعضها إلى تنظيم القاعدة لإسقاط طائرات مدنية. وأشارت الصحيفة إلى أن قطر هي البلد الوحيد الذي تجاهل هذا التحذير وقامت بشحن الأسلحة إلى المجموعات المسلحة في سوريا. ونقلت الصحيفة عن 4 مسؤولين عرب وأمريكيين على معرفة بتقارير المخابرات بشأن الأسلحة قولهم إن قطر استخدمت شبكة الأسلحة الغامضة لنقل 2 على الأقل من صواريخ تطلق من على الكتف إلى المسلحين السوريين. ورأت الصحيفة أن نشر الصواريخ يأتي في الوقت الذي يتوقع مسؤولون أمريكيون أن قرار الرئيس الأمريكي أوباما لتسليح المجموعات المسلحة في سوريا بشكل محدود قد يفسر من قبل قطر كما الدول العربية الأخرى التي تدعم هذه المجموعات بمثابة ضوء أخضر لتوسيع شحنات الأسلحة. الصحيفة قالت إن أوباما حذر خلال اجتماع خاص في واشنطن في نيسان أبريل الماضي أمير قطر السابق حمد بن خليفة من مخاطر تسليح المتطرفين الإسلاميين في سوريا، رغم أن المسؤولين الأمريكيين كانوا حذرين في الغالب من ممارسة الكثير من الضغوط على الحكومة القطرية. واعتبرت الصحيفة أن لواشنطن نفوذاً على قطر فيما يتعلق بسوريا، لكنه قليل لأنها تحتاج إلى مساعدة القطريين في جبهات أخرى، حيث تستعد قطر لاستضافة محادثات سلام بين مسؤولين أمريكيين وأفغان وحركة طالبان التي فتحت مكتباً سياسياً في الدوحة. ثم إن قطر تحتضن المقر الدائم للقيادة الأمريكية المركزية في المنطقة، وهو ما يمنح الجيش الأمريكي مركز تحكم متقدماً في قلب منطقة حيوية استراتيجياً ولكنها متقلبة. ورأت نيويورك تايمز أن قطر بدأت جهوداً سرية لدعم المجموعات المسلحة في سوريا في الوقت نفسه الذي زادت فيه من دعمها لمقاتلي المعارضة الليبية، وتعززت قدرتها على أن تكون فاعلاً في السوق العالمية للأسلحة بعد شرائها طائرات النقل العسكرية C-17 من شركة بوينغ عام 2008، حيث أصبحت أول دولة في الشرق الأوسط لديها طائرات بعيدة المدى. وقالت الصحيفة إن إدارة أوباما باركت بهدوء إرسال شحنات الأسلحة إلى ليبيا من رشاشات وبنادق آلية وقذائف مورتر وذخيرة، ولكن لاحقاً شعر المسؤولون الأمريكيون بالقلق عندما ظهر دليل على أن قطر كانت تقدم الأسلحة إلى المسلحين الإسلاميين هناك. وأوضحت الصحيفة أن مسؤولين أمريكيين وعرباً أعربوا عن قلقهم حول ما يحدث في سوريا شمالاً، حيث إن المتطرفين هم الطرف الأكثر، ويرجع ذلك جزئياً للأسلحة المرسلة من قطر، مشيرة إلى أن السعودية حاولت مؤخراً انتزاع السيطرة من قطر والقيام بدور أكبر في إدارة شحنات الأسلحة إلى المجموعات المسلحة في سوريا، لكن مسؤولين وخبراء أفادوا بأن الشحنات القطرية لم تتوقف. وقالت الصحيفة إن أكبر مصدر للقلق هي الصواريخ التي تطلق من على الكتف والمعروفة باسم منظومات الدفاع الجوي المحمولة على الكتف التي أرسلتها قطر إلى سوريا منذ بداية العام الجاري. قسماً بصادق وعدنا بطول الصبر أفرغه علينا الله، أودع في ضمائرنا وأجرى في سواعدنا من سر أسماء له معنى العزيز المقتدر. قسماً سنأخذ من أراد بكيده غدر الشام بما أراد، قسماً بذاك ونحن الصادقون.